عمر فتحي مولود 11 فبراير 52 وتوفي 31 ديسمبر 86، مغني وممثل مصري في الفترة الزمنية التي اشتهر فيها عماد عبد الحليم. وذاع صيته طبعا كل الناس كانت بتحبه، عمر فتحي بتاع أغنية ابسط يا عم وعلى إيدك، كلها أغاني جميلة. كان الفنان عمر فتحي الضلع الثالث للفنانين علي الحجار ومحمد منير، وصاحب فكرة الغناء في شارع الهرم بلا نقوط وبلا أغاني مبتذلة أو رقص شرقي، وعمل على تغيير شكل الشارع بالتعاون مع زملاء جيله حتى تحول الشارع إلى مكان تقصده العائلات. الفنان عمر فتحي حسبما يقول الكاتب عمر طاهر في كتاب المواصلات إن أحد الأثرياء العرب طلب منه يوما أن يحيي حفلا في منزله، لكن عندما ذهب هناك كانت الأجواء مبتذلة فانصرف عمر فتحي دون أن يغني، حتى كتبت الصحافة عن جرأته وأعجب به الممثل محمود ياسين فتبنى موهبته وأنتج له فيلما ناجحا. كانت عمر فتحي مواقف إنسانية، ففي فرح مدحت صالح راح غنى له ونقطه ب 5000 جنيه، وكان ساعتها مدحت صالح في بداية حياته. وتابع الكاتب أن في وسط نجاح الفنان عمر فتحي تقدمت فتاة ببلاغ تتهم فيه عمر فتحي بالاعتداء عليها، رغم أنه كان يراها للمرة الأولى في حياته. اتضح بعد ذلك أنها معجبة مجنونة به، لكن الخضة جعلت عمر يصاب بشلل في العصب الحائر، دخل على إسرائيل المستشفى، وهناك قالوا له أن حالة قلبه ليست جيدة، فكانت تهاجمه النوبات، فيدخل المستشفى يتعافى قليلا ثم يهرب في منتصف الليل ليغني. الفنان كان يحب الحياة، كان هذا الحب يحتل حنجرته فلم يخرج منها سوى البهجة. ذكر أيضا الكاتب أن الصحافة كانت تتجاهل عمر فتحي، وكان عمر فتحي يقول الصحافة هتكتب عني لما أموت، فيما ذكره أنيس منصور، مع أن مرحيه كان معديا ولم نكن نعتقد ونحن نراه بهذه الحيوية أنه كان عليل القلب. أثناء وجود أحد الأصدقاء في بيت عمر فتحي لاحظ أن عمر فتحي يراقب الشغال من بعيد، ثم قام عمر فتحي فجأة وفتش كيس القمامة الذي كانت تحمله في طريقها للانصراف، ثم وجد بداخله بعض الأشياء الثمينة. حينها انفعل عمر فتحي بشدة وهو يسألها إن كان قد قصر معها يوما، وكان يفتش عن سبب لهذا الغدر، لكنه سقط قبل أن يجد أي سبب للغدر، لم يتحمل قلبه الانفعال، وعند وصول الطبيب كان قد فارق الحياة. الله يرحمه، كان مغني جميل وغنيه مليئة بالبهجة، هو كان عيان بالقلب. كان عمر فتحي أول من غنى بالقميص والبنطلون وليس البدلة التقليدية وسط أبناء جيله، وأولهم في أداء الأغنية الاستعراضية أيضا، وقد اكتشفه الإذاعي والشاعر الكبير عمر بطيشة وفتحي عبد الستار، فأخذ اسم عمر واسم فتحي من الشاعرين الكبيرين. وتحمس له الشعر والفنان الراحل صلاح جاهين، كما لحن له سيد مكاوي الذي ما لبث أن وفته المنية وكان التعاون بينهما قليل، كما لحن له الملحن خالد الأمير. عمر فتحي بدأ بأحداث صرخة جديدة في الفن الشعبي المحترم مع فرقة المصريين، ولم يمهله القدر، وكان من أذكى مطربي عصره بشهادة علي الحجار ومنير وعمرو دياب له. من أجمل ما غنى عجبا لغزال قتال لفؤاد عبد المجيد، كما اشتهر بأغاني مثل على إيدك وابسط يا عم. الله يرحمه. الفنان الجميل عمر فتحي مات في عز شباب. هنشوف بقى مين هو ابن عمه الفنان أحمد جوهر، وكان إيه اللي حصل له
مؤخرا، حيث تعرض المطرب أحمد جوهر لأزمة صحية مساء الثلاثاء 10 أبريل 2018، ونقل على إثرها لإحدى المستشفيات الخاصة. وأجرى نقيب المهنة الموسيقية ساعتها المطرب هاني شاكر اتصالا هاتفيا بالمطرب أحمد جوهر للاطمئنان على صحته. عقب تعرض الأخير لأزمة صحية استدعى بنقله إلى المستشفى، حيث تم حجزه في العناية المركزة لمدة 4 أيام. ده ابن عم عمر فتحي مطرب أحمد جوهر، ورث عنه برضو حلاوة الصوت، العيلة كلها صوتها حلو. وصرح هاني شاكر ساعتها بأن النقابة ستتكفل بعلاج أحمد جوهر في مستشفى أخرى بمنطقة الدقي على نفقتها، هي نقابة الموسيقيين. من جانبه شكر أحمد جوهر ساعتها مجلس النقابة وجمهوره الذي سعى للسؤال عنه عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة. أحمد جوهر هو ابن عم المطرب الراحل عمر فتحي، وله 4 ألبومات وهم اصحى وهايل وشبكني الهوى وحاسب. ألبوم هايل من إنتاج شركة صوت الحب. أحمد جوهر هو أحمد عبد الفتاح جوهر، ولد بمدينة الأقصر في 17 يوليو 1961 في صعيد مصر، وتربى في أسرة دينية، حيث كان والده من أشهر قراء القرآن. وبعد الانتهاء من الدراسة الثانوية العامة التحق بالمعهد العالي للموسيقى العربية بأكاديمية الفنون بالهرم قسم أصوات عام 1980، وكان بفرقة أم كلثوم للموسيقى العربية وفرقة الإنشاد الديني بالمعهد، والتحق بفرقة الفنان مجدي الحسين عازف البرج الشهير، وكانت فرقة استعراضية. حصل بعد ذلك على دبلوم كلية الآثار قسم الإرشاد السياحي بجامعة القاهرة، والتقى بحميد الشاعري بأول ألبوم لشركة هاي كواليتي الذي احتوى على عدة أغاني شبابية حققت شعبية كبيرة ساعتها لدى شباب التسعينيات، وبخاصة أغنيته الشهيرة التي سجلت ميلاده كنجم وفنان، وهي أغنية هاتلي قلبك 1991 الشهيرة بمحل. الأغاني المنفردة الأخرى هي وحداني 1993، يا ملام الناس علي 94، أوعدك 95، ياللي ساكنة العلالي 96، الليالي 98، عليه العوض سنة 2000، اللي خدعني 2001، واشترك في أفلام سينمائية، فيلم أولاد الملجأ وفيلم المشاغبون في نصف السنة وفيلم البيه رومانسي وأغنية محدش يمشي بعد البوفيه. ده الفنان المطرب أحمد جوهر ابن عم عمر فتحي. لو أعجبكم الفيديو ريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد، وشاركونا بالتعليقات. وشكرا لكل المحبين والمتابعين والمشاهدين قناتكم قناة أخبار النجوم، شكرا لكم.